انا كنت عايزه اعرف دراستك اصلا كانت ايه؟ انا دكتوراه في دار العلوم، تخصصي تاريخ اسلامي، درست الشريعه 4 سنين وطالعه بمرتبه شرف اولى الحمد لله. ما شاء الله. وكمان لازم تكوني دارسه ماده الاحوال الشخصيه اللي هي الزواج والطلاق، والحمد لله كان تقديري فيها اعلى التقديرات من ضمن المتقدمين يعني. طيب هل ممكن المأذون بشكل عام يلعب دور في اصلاح ذات البين؟ ده دور اساسي عظيم جدا. احنا عايزين انت اتدخلتي في حاجه زي دي؟ الحمد لله. ورجعت ازواج مطلقات الحمد لله، ادي فتره كبيره 3 سنين وخمس سنين. لو عندك تجارب ممكن تحكي لنا. وعامله لجنه كمان، لجنه اسمها لجنه لم الشمل. يعني لو حد جه عايز طلاق بقعد مع الزوجه والزوج وبشوف ليه، طب ممكن نصلح، طب ممكن نشوف، ما يمكن البيت، احنا عايزين نلم البيت يعني علشان الاولاد وعلشانكم. بتبدا تقول لي الزوجه بقى وبتتكلم، يمكن قصه مأذونه دي بتخلي الزوجه بتتكلم وتتكلم براحتها جدا كمان. بتقول لي لا انا عندي 1 2 3، بقعد مع الزوج بنجيب اللجنه ونقعد مع بعض، طب وصلتوا لايه؟ لو اللجنه فيها رجال طيب؟ وفيها ست كمان. يعني عشان لو انا مش متواجده طول الوقت هي تبقى عارفه الدنيا فيها ايه. بتحكي وبعد كده بيدخلوا لي وبنقعد نتكلم، لو لقينا الامور مقفله خلاص مفيش بنضطر ان طبعا للطلاق. دي محاولات مهمه جدا يعني، واحنا عارفين طبعا اي زوجين بيقرروا الانفصال وبيتوجهوا للمحكمه، في لجنه جوه المحكمه فيها قاضي شرعي قبل اجراءات الطلاق والانفصال بيخوضوا تجربه ان هم محاولة إصلاح ذات البين ما بين الزوجين. وقبل المواضيع دي كلها أعتقد دور مهم جدا اللي قالته الدكتورة دلوقتي، إن احنا موجودين مع الناس، حتى يمكن القاضي الشرعي فهو في النهاية قاضي ما يعرفش الناس كويس، لكن أنت من المنطقة وعارفة ده شرط أساسي لترشح المأذون إن يكون من المنطقة، ودي يمكن أول حاجة عارف الناس كويس هيعرف يتكلم معاهم. بالظبط كده. كمان بشكر وزير العدل، لأنه هو ومفتي الديار المصرية فضيلة الشيخ شوقي علام، إن هم منزلين كتاب اسمه كتيب دليل الأسرة. ده بيتكون من 6 فصول، بيشرح للمقبلين على الزواج كيفية التعامل في الناحية الاقتصادية، مشاكل الأسرة، تربية الأولاد. الكتيب ده لازم نسلمه للعروسة والعريس، وبصور معاهم كمان وأنا بديهولهم وبقول لها لازم تقريه كويس، وده يمكن عشان نحد من عملية الطلاق. فدي حاجة كويسة جدا وجديدة كمان، ما كانتش موجودة في قبل كده، هي نازلة من يمكن تقريبا 3 4 شهور يعني. كان الحمد لله من أول ما استلمت سلموني الكتيب في المحكمة مع الدفاتر وقالوا لي لازم تديه للعروسة والعريس، فقعدت قريته. لازم نختبرهم في الكتاب مش نختبرهم أنا بقول لهم كده أنتوا هتذاكروا الكتاب ده وتيجوا عشان أسألكم. فهم بيستغربوا يعني ليه طيب؟ لا طب اقروه، فعلا حاجة مفيدة جدا جدا جدا.